لما نيجي نتكلم بقى عن النصر، عشان جمهور النصر بتزعل مني لما بقول لها الصراحه في وشها وقلت لها الكلام ده من الموسم اللي فات. انتوا عايزين ايه؟ عايزين تتفرجوا على كريستيانو رونالدو؟ يعني ايه كريستيانو رونالدو؟ هو اللي هو الطموح كله. نادي الاتحاد عنده طموح البطوله، عشان كده غير في فريقه كتير جدا. نادي الاهلي محتاج معد بدني ومحتاج يعني مدير فني ومحتاج حاجات كتير جدا، لان اللعيبه عند النادي الاهلي يا جماعه بشوفها بتلعب في الملعب وعلى ارضها والجمهور عمال يغني ويشجع، وكأن الجمهور ده بيشجع الفريق الاخر. الطموح عند نادي النصر راح فين؟ حته ان انا اخد بطوله راحت فين؟ حته ان انا اخد بطوله عند نادي الهلال بقت اهم. حته الطموح عند نادي الهلال ان انا ما اتغلبش وما نلتزمش وانا احافظ على سلسله انتصارات بقى شيء شايفينه واضح قدامنا. ان الهلال خلى الفرق السعوديه والانديه اللي بيلعبها بقى طموحها ان هي توصل للتعادل مع نادي الهلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تعالوا نتكلم عن الجوله التاسعه بشكل اوضح وبشكل اكبر وبشكل يمكن نوصل لبعض او يبقى في حلقه تواصل بيننا وبين بعض عن مجريات الدوري السعودي في المرحله اللي احنا فيها واهداف الفرق وطموحها رايح فين وجاي منين. احنا عندنا مباراتين مهمين في الجوله التاسعه. المباراه الاولى يوم الخميس القادم ما بين الاتحاد والاهلي في ديربي جده، ويوم الخميس مباراه الهلال والنصر في ديربي الرياض. مباريات القمه، اسبوع مليان. انا كنت بتمنى ان كل جوله يكون فيها مباراه من المباريات دي، لكن مباراتين في جوله واحده ورا بعض يعني وجبه دسمه. احنا مش حملاها، كنا عاوزين واحده واحده وبالراحه علينا، لكن السيناريو هنشوف هيعمل معانا ايه. هل هو كويس؟ انا من وجهه نظري كان حقيقة النهارده مثلا الجوله دي ديربي جده، الجوله اللي بعديها ديربي الرياض، ويبقى الموضوع شكله حلو. لكن يلا هنعمل ايه، هي القرعه كده وقدر الله ما شاء فعل. والسيناريو في الدوري السعودي كان نفسي كل يد فيه وبصمه فيه واقول لك السيناريو يتعمل ازاي، وانا هعمل لك سيناريو حلو جدا ورائع وممتع، يعني مش هميل لحد، ولكن انت محتاج تعمل جماليات يا جماعه. عالم كرة القدم او عالم الملاكمه او عالم المصارعه، شفت انت المصارعه الحره كان بيدار ازاي؟ بيكم ولا كيم ولا اسمه ايه ده بتاع المصارعه، كان مثلا يعني اندرتيكا بيعمل له دور، ستيفن اوستن بيعمل له دور، كل لعيب جون مايكل بيعمل له دور، دور ومسرحيه بتتعمل، يعني فيه سيناريو بتحط. طيب ندخل على مباراه الاهلي والاتحاد، او نخش في المجموعه كده ونشوف طموح الفرق الاربعه الكبار دلوقتي ايه. يعني النادي الاهلي ايه طموحه بالنتائج اللي هو ماشي فيها؟ خلينا واضحين ان الاهلي السعودي اللياقه البدنيه مش موجوده، التركيز من اللعيبه مش موجود، اللعيبه او المدير الفني يمكن مش همهم اللي بيحصل في الملعب، جمهور مالي الملعب ومالي الاستاد وعمال يشجع في الفريق والفرقه ولا اكنها سامعه، ولا اكنها سمع هنا خالص. اخر ماتش في الدوري يعني الجمهور، اللعيبه دي ما كانتش سامعه الجمهور. طيب والاتحاد اللي هيلعبه في نفس المباراه عايز يعمل حاجه. الاتحاد داخل في المنافسه مع نادي الهلال، عشان نكون واضحين. يبقى الاتحاد حاطط هدفه وعمال يغير لعيبه ويغير مدربين، واي حد مش نافع بيشيله. ده حتى الهداف رزاق عبد الرزاق حمد الله النجم اللي كان مكسر الدنيا، حس ان في شويه قلق وشويه مشاكل كذا، قال لك طب خلاص نستأصله عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي، عشان المنظومه تنجح، عمال يغير عشان يوصل للحل. اي حاجه شايف ان هي عائق قدام البطوله لنادي الاتحاد بيغيرها. غير كام مدير فني، غير كام لاعب، عمل كام تشكيله عشان يوصل للحل. وفرق كتيره جدا واقفه مكانها، زي مثلا نادي الاتفاق. نادي الاتفاق ستيفن جيرارد لسه باقي ليه في الدوري؟ بيعمل ايه في السعوديه؟ ده ما عندوش فكره عن التدريب. بيعمل ايه؟ انا لو ماسك الاتفاق اخد بيه الدوري والكاس واخد بيه البطولات. لكن انت تقول لي ان ستيفن جيرارد عمل حاجه مع النادي الاتفاق؟ لا. تعالى بقى ندخل ونشوف المعمعه. ويوم لما نيجي نتكلم بقى عن النصر، عشان جمهور النصر بتزعل مني لما بقول لها الصراحه في وشها وقلت لها الكلام ده من الموسم اللي فات، انتوا عايزين ايه؟ عايزين تتفرجوا على كريستيانو رونالدو؟ يعني ايه كريستيانو رونالدو هو اللي هو الطموح كله؟ كريستيانو رونالدو يجيب جون؟ لا، كريستيانو رونالدو جاب جون النهارده. كريستيانو رونالدو هو الهداف الدوري، هو هداف الكاس، هو هداف مش عارف ايه.
طب فين البطولات بتاعت النصر؟ الطموح فين؟ الطموح النصراوي ايه؟ الطموح النصراوي كان انا بقرا مثلا لو بجيب الاحصائيات قبل ما دوري روشن يبقى بشكله الجديد، عدد الانتصارات وعدد الفوز وعدد يعني قريبه من بعضها. طب بعد روشن ما جه وبعد كريستيانو رونالدو ما جه نادي النصر ايه اللي حصل؟ فرق كبير جدا. بقى فيه تخطيط هلالي وهدف وطموح، تخطيط وهدف وطموح، والهدف الاساسي هو تحقيق البطولات، والطموح اني اكون رقم واحد، ان اكون بدون هزيمه، ان انا اجيب طموح اكتر من اللي انا جبته الموسم اللي فات، واحقق ارقام غير اللي انا حققتها الموسم اللي فات. ده طموح نادي الهلال. نادي الهلال كمؤسسه بتعمل ان هي تعمل انجازات. ما ده الفرق اللي بين النصر وبين الهلال. طب ايه اللي هيحصل ما بين النصر وبين الهلال؟ عشان اكون واضح معاك، النصر النهارده بيخرج قدام التعاون على ملعبه وسط جمهوره، وكريستيانو رونالدو النجم بتاعه بيضيع ضربه جزاء كانت ممكن هي تسبب ان الفريق يرجع للمباراه تاني وقت، لان كريستيانو رونالدو اللي انت فرحان بيه دي مؤشرات بتقول لك اهو اللاعب اللي انت انت معلش مش عاوز اقول يعني حاجه تكون فيها تزعل الناس، ولكن جمهور النصر فوق فوق كريستيانو رونالدو من وجهة نظري سبب نكبة للنصر السعودي، خرج النصر السعودي من التفكير الحقيقي في تحقيق بطولة إلى طموحات كريستيانو رونالدو، إن كريستيانو رونالدو عندنا. الهلال ما بصش للنقطة دي. الهلال وصل لطموحه وعلى طموحاته، وقلت قبل كده إن الهلال خلى الفرق السعوديه والانديه اللي بيلعبها بقى طموحها ان هي توصل للتعادل مع نادي الهلال. بعد ما فريق كان بينزل عايز يكسب نادي الهلال، فالطموح بقى عند الانديه وهي بتقابل نادي الهلال ان هي عايزه تتعادل مع نادي الهلال، تطلع بنقطه قدام نادي الهلال. ده بعد جهد وشغل وطموح اتعمل من الاداره ومن المدير الفني ومن المعد البدني ومن اللعيبه والانسجام والتجانس داخل الملعب. احنا النهارده كنا بنتفرج في كاس الملك على الهلال وهو بيلعب الصف الثاني. بيلعب بالصف الثاني. مين؟ علي البليهي وليوناردو هم الاساسيين في النادي الهلال اللي كان بيلعب. طب الاضافه شفت عبد الله الحمدان كان عامل ازاي؟ محمد القحطاني، ناصر الدوسري، متعب الحربي، النجوم دي، ياسر الشهراني، كل النجوم دي، وخط الوسط محمد كانو كان حلو. ايه الجمال اللي بيحصل مع نادي الهلال؟ ليه النصر النهارده وانا بتفرج عليه بكامل نجومه في كاس الملك ما قدرش يفوز على التعاون؟ طب ما ده بالصدفه، ومن بالصدفه اللي بحتاني ان الهلال لسه كسبان التعاون. كسبان التعاون في الجوله اللي فاتت من دوري روشن 2-0. هتقول اصل التعاون اقوى من الطائي. انت النصر مش حاسس هو فين؟ هو رايح فين؟ في فرق كبير. الطموح دلوقتي عند النصر البطوله، فين بالبطوله؟ النصر حتى لو كسب النصر الهلال هيبقى في المركز الكام؟ عايزك تراجع نفسك. الطموح عند نادي النصر راح فين؟ حته ان انا اخد بطوله راحت فين؟ حته ان انا اخد بطوله عند نادي الهلال بقت اهم. حتة الطموح عند نادي الهلال ان انا ما اتغلبش وما نلتزمش وانا احافظ على سلسلة انتصارات بقى شيء شايفينه واضح قدامنا. الفريق الذي يرفض الهزيمة. الهلال الفريق الذي يرفض الهزيمة. سلسلة انتصارات عن شغل وتعب مش بالصدفة لقيناها قدامنا. طبعا كل شيء قبل كل حاجة فهو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. بس انت بتجتهد، عاوز توصل لمرحلة معينة، عاوز توصل لهدف. ده الواضح عند الاداره اللي في النادي الهلال والشغل اللي بيتعمل. لسه مركزين دلوقتي في الدوري وكاس الملك وفي دوري ابطال اسيا، وفي تفكير في كاس العالم للانديه، في تفكير عميق، وبس حاطين الاجنده بتاعتهم هيمشوا ازاي، لان انت لما هتيجي توصل لكاس العالم للانديه في ماركيتو خاص هيتعمل. لما نيجي نتكلم ايه اللي هيحصل؟ في طموح عند نادي الاتحاد وهو بيقابل الاهلي، لكن الاهلي بيجي يلعب مباريات قويه جدا مع الفرق الكبيره،
تعادل مع النصر، او النصر تعادل معاه في الوقت بدل الضائع 1-1 على ملعب النصر، وقدام الهلال عمل مباراه كبيره جدا وخلصت 2-1 بعد مباراه ماراثونيه شفنا فيها اداء عالي جدا من الشوط الاول من النادي الاهلي، والنادي الهلال قدر انه يرجع النتيجه ويتخلص المباراه 2-1. لكن الاهلي بنقول انه عمل مباراه كبيره جدا قدام الديناصور، الهلال في الوضع الحالي ديناصور. نادي الاتحاد عنده رغبه الفوز وطمعه في الفوز للمنافسه كبير جدا، عنده خط هجوم مميز جدا في الفتره الحاليه، عنده حارس مرمى رغم ان الوصول اليه سهل جدا، لكن رايكوفيتش حارس مرمى نادي الاتحاد مميز بشكل كبير جدا، حارس مميز بشكل كبير جدا، بسم الله ما شاء الله، حارس عامل مباراه قويه جدا. الوصول لمرمى نادي الاتحاد سهل، التصديات من عند رايكوفيتش كحارس مرمى رائعه ومتميزه، فانت بتتكلم ان انت هتشوف مباراه قويه جدا، لان الاهلي قدام الفرق الكبيره بيلعب مباراه قويه. الاهلي ممكن يكون مركز في دوري ابطال اسيا لانه ماشي فيها بشكل جيد بشكل ممتاز، مش جيد بس، بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقه. والهلال ماشي بشكل جيد وممتاز واعلى من ممتاز، الهلال في الصداره، الاهلي مع منه في الصداره، فرقتين اقوياء ان شاء الله نشوفهم في النهائي لدوري ابطال اسيا بيحققوا بطولات. طبعا ايه، مش عاوز اقول لك ان في نقط ايجابيه كتيره جدا موجوده عند الهلال في الفتره الحاليه لو ركزت عليها قبل ما تدخل ماتش النصر والهلال، فهتلاقي مين اللي انت تتوقع يسجل في ماتش الهلال والنصر من الهلال، هتلاقي عندك اسماء كتير جدا. طب مين تتوقع يسجل من النصر في نادي الهلال؟ جمهور النصر نفسه اساسا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي وبعد الخروج من الكاس وبعد الاداء اللي انت شفته وبعد التعادل 3-3 في الدوري من فريق يعني مثلا يعني مش في وسط الجدول، ولكن انت هتقول النصر عاوز ايه؟ الجمهور حاسس ان النصر يعمل حاجه مش موجوده، ممكن النصر يكسب حتى لو كسب الهلال. الطموح عند النصر والنصرويه في المرحله دي هو ايه؟ ان كريستيانو رونالدو موجود عندك، هو ده الطموح، ان كريستيانو رونالدو هيجيب جون، ان النصر هيكسب الهلال، هو ده الطموح. طموح البطوله مش موجود عند نادي النصر في المرحله دي، وانا قلت الكلام ده من الموسم اللي فات، قلت ان بسبب الشكل اللي انا شايف فيه النصر السعودي هيتاخر كتير جدا. حد لا، الكلام ده بنتقد عشان بقول لك نقطه الضعف اللي عندك، انا ما بكرهكش، انا بوضح لك نقطه، لكن لما تيجي عند نادي الهلال بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، شكل وتخطيط واداء جوه الملعب يعني انت ممكن ايه تتوقع مين؟ علي البليهي يجيب جون، كولوبالي، كانسيلو، لودي، انت بتتكلم على خط دفاع هدافين وهدافين من الطراز الاعلى، يعني انت معلش يعني بتقول لي كانسيلو لسه ما طلعش كل اللي عنده، كانسيلو ممكن هو يكون جوكر في المباراه. نادي الهلال بيتميز ان عنده كذا جوكر في المباريات الكبيره، وجيسوس ما بيطلعش كل اوراقه، بيطلع لك ورقه كده، بيطلع لك ورقه بقول لك انا اهو، بقول لك انا قوي في الحته دي. وخلي بالك لما لعب قدام الطائي في الصف الثاني بيقول لك انا عندي اوراق، يعني انا معجب رغم ان متعب الحربي عنده مهارات كبيره جدا. محمد القحطاني لاعب خفيف وسريع، بس هيلعب ولا مالكم؟ مالكم تقول لي محمد القحطاني ولا مالكم؟ اقول لك مالكم، لكن القحطاني عنده كوره لسه بيستوي، لسه هتشوف منه شغل كبير جدا. فلما تيجي تقول ان النادي الهلال عنده كذا لاعب يقدر يسجلوا اهداف، ولما استضفت احد يعني جماهير النصر في فيديو من يومين واتكلمت معاه ايه رايك في مباراه الهلال والنصر يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله وتوقعاتك، فقال لك مع ان انا نصراوي لكني بتوقع يعني نادي الهلال لان الهلال فارق. الناس دي ما اتكلمتش النقطه دي، ولا جماهير النصر في مصر
ما بتتكلمش كده. وانا هعمل لك لقاءات يعني، حاول ان شاء الله، بص باذن الله بكره اعمل لك لقاءين اتنين تلاته مع جماهير، ومنهم جماهير نصراويه، ويقولوا ارائهم وهنشوف ارائهم بتقول ايه. لكن احنا بنقول اللي احنا شايفينه، اللي احنا شايفينه والملعب بيتكلم فيه، ان نادي الهلال بيتميز بكذا جوكر في داخل الملعب. يغيب تقول لي حد في خط الدفاع، ويغيب روبن نيفيز، ويغيب ياسين بونو، طبعا انت تقول لي قدام كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا. الهلال بيلعب للفوز، الهلال رغبته في الفوز او طموحه للفوز ده رقم واحد، وتحقيق البطوله. مفيش فريق طموحاته موجوده او حاطط اهداف، في فرق حاطط اهدافها كتير جدا في نادي في الدوري السعودي. يعني انا مثلا لما بتكلم عن نادي الاتحاد حاطط اهداف وحاطط طموح، عاوز يوصل، فهو بيجتهد بيشتغل. الشغل ده انا مش شايفه عند النصر، مش شايفه عند النادي الاهلي. شايف ان الشباب عنده شغل كويس جدا، ولكن الشباب السعودي لو اشتغل بخطه عدم الخوف، وان انا ما عنديش حاجه اخسرها، هيقدم اداء افضل من كده بكتير. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، وتفعل الجرس. أنا وضحت لك الموضوع باختصار، الهدف والطموح. الهدف عند نادي الهلال، طموح نادي الهلال البطولة وعدم الخسارة. الهدف عند نادي النصر إن أنا أشوف كريستيانو بيحقق فوز بيسجل هدف، أو إن أنا بشوف النادي النصر بيكسب نادي الهلال. الطموح بقى بيفترق. نادي الاتحاد عنده طموح البطولة، عشان كده غير في فريقه كتير جدا. النادي الاهلي محتاج معد بدني، ومحتاج يعني مدير فني، ومحتاج حاجات كتير جدا، لان اللعيبه عند النادي الاهلي يا جماعه بشوفها بتلعب في الملعب وعلى ارضها، والجمهور عمال يغني ويشجع، وكأن الجمهور ده بيشجع الفريق الاخر. السلام عليكم ورحمة الله.